ايوه لا السكر ان شاء الله هينخفض عن الارقام اللي موجوده ديت بنسبه كبيره ان شاء الله. طب هو دلوقتي بكام؟ هو دلوقتي السعر بيتراوح ما بين 37 ل 44 45 قول 48. طيب يا دكتور 48، ما في بعض المناطق برضه عشان اكون صريح مع حضرتك في بعض المناطق فيها 51 للاسف. هتلاقي حضرتك في بعض السلاسل التجاريه مثلا ممكن بيوصل السعر لهذا الامر، مش مغالاه من السلسله ولكن هو التوريد جاله حكم عليه ان هو هينزل عليه السعر ده. بس انا خليني اقول لحضرتك على حاجه، حتى المقتدر اللي يقدر يجيب الكيلو ابو 50 او 51 بينتظر لما كميه السكر ابو 27 تنزل عشان ياخد منه برضه. ما الكل محتاج ان هو يوفر في نفقاته، مش مختلفين. طيب عشان كده بقول لحضرتك استهلاك زاد عن الحاجة، نقول اسبوع 10 ايام اقل من هذه الفتره، يعني انا يمكن فتره اسبوع اقل من اسبوع ان شاء الله يكون يعني الناس بدات تحس بالتغير. والهبوط تبقى نسبته كام كده في المية؟ مش اقل عن 15 20%، لان حضرتك سوق السكر من النوع اللي هو ممكن كلمه تزود السعر، ممكن خبر يخفض السعر، مع الكميات ان شاء الله اللي هيتم توزيعها في قنوات معينه بطريقه معينه دي هتاثر بشكل كبير ان شاء الله. هستبق مع زياده ضخ كميات المبادره اللي هي بسعر 27 وتنظيمها من خلال مديريات التموين في 27 محافظه، عاملين خريطه ويمكن حضرتك بحيث نشوف الاماكن اللي ممكن يكون فيها بعض التركزات، اماكن فيها بعض الاختناقات، ابتدي اناور ابعت من هذه المحافظه الى المحافظه الاخرى وهكذا.